بهالوقت اختي الحبة تزاح الستارة عن اللوحة التذكارية التي ستخلد هالمكان. تزاح الستارة بهالوقت. بارك صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة كنيسة مار اصطفاء النعمي في غرفين، وكرس مذبحها بحضور المطران ميشيل عون راعي أبرشية جبيل المارونية 30 حزيران 2019. شيدت هذه الكنيسة عربون شكر للرب على نعمه وعرفان جميل من عائلة عارف نجيب نعمي تخليداً لذكراه وذكرى ولده شهيد منى الظاهر نعمي مؤسسة ورئيسة أصدقاء القربان. شكر للرب، الله يرانا. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وأرض السلام، والرجاء صالح لبني البشر. افتقد اللهم بحبك بيعتك المقدسة، لاشي منها كل تعليم ضال، رسخها على أساس الإيمان المستقيم، احفظ بنيها من كل أذى وضمهم إلى اتفاق لا انقسام فيه، لنمجدك ونشكرك إلى الأبد. آمين. طيبا قربان
المسيح إلهنا خالق البرايا ومتقنها، أنت الذي أسست بيعتك المقدسة على بطرس هامة الرسل وعلى خلفائه من بعده، وسلمتهم مفاتيح العلو والعمق، وجعلت فيها أسرارك الإلهية لوقارك. قدس اللهم هذه الكنيسة وهيكلها على اسم الطباوي الأخ إستفان في بلدة غرفين المباركة. بسم الآب والابن والروح القدوس الآن وإلى الأبد. انفتح يا باب الرب الذي دخل فيه الصديقون. من طارق هذا الباب؟ أنا البطيارك بشارة بطرس، جئت أرسم هذا الهيكل المقدس على اسم الطباوي الأخ إستفان في بلدة غرفين المحبة للمسيح. صلوا علي مات المراد
صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكلية طوبة، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ممثلاً بسعادة النائب سيمون أبي رمية، أصحاب السيادة والمعالي والسعادة ريفيرون مونسيور قدس الأباتي الأمهات الرئيسات العمات والأباء الكهنة الأجلاء والأخوات الراهبات الفاضلات، حضرة السيدة منى نعمي وأفراد عائلتها، حضرة المختار ورؤساء البلديات والمخاتير، أصحاب المقامات، إخوتي وأخواتي الأحباء جميعاً بالرب يسوع، في كل زيارة رعوية تقومون بها يا صاحب الغبطة والنيافة إلى أبنائكم وبناتكم في مختلف المناطق اللبنانية، تحملون إليهم سلام المسيح الذي يقوي فيهم الرجاء، وتزرعون في قلوبهم فرحاً يبلسم جراحات الأيام الحاضرة، ويثبتهم في محبة الله والكنيسة، ويزيدهم تمسكاً بكنيستهم ووطنهم وأرضهم. واليوم تأتون مجدداً يا صاحب الغبطة إلى أبرشيتنا الحبيبة التي خدمتموها أسقفاً طيلة 23 سنة، والتي أحبتكم وأحببتموها فكنتم لها خير راع، وهي كانت الخراف التي تعرف صوت الراعي وتتبعه، لأنها عبر كلماته كانت تميز إرادة الله وما يطلبه الله منها لتسير في درب الإيمان إلى ملء القداسة. وفي زيارتكم اليوم إلى رعية مار إستفان الشهيد في غرفين فرحة كبيرة، لأنكم تباركون ببركتكم الأبوية والرسولية هذه الكنيسة الجديدة الرائعة والأولى في لبنان على اسم الطوباوي الأخ إستفان نعمي، وتكرسون مذبحها لتمتد هذه البركة وتصل إلى كل أبناء غرفين وبناتها، وإلى كل عائلة من عائلاتها، وإلى كل من سيقصد هذه الكنيسة مصلياً ومشاركاً في احتفالاتها الروحية والرعوية. فالشكر لكم يا صاحب الغبطة على محبتكم الأبوية التي نلمسها في كل مناسبة، وعلى مواقفكم الكنسية والوطنية التي تعكس سهركم الأبوي والهم الذي تحملونه كي يبقى صوت الحق عالياً، والذي يتجلى في العمل الدائم لما يحقق مصلحة لبنان وخيره وطناً وشعباً. والشكر الجزيل أيضاً لصاحبة القلب الكبير السيدة منى نعمي مؤسسة أصدقاء القربان ورئيستها، ابنة القبيات أصلاً ثم ابنة غرفين بعد ارتباطها بسر الزواج المقدس من الشيخ عارف نعمي رحمه الله، التي أخذت على عاتقها بناء هذه الكنيسة المميزة من مالها الخاص، وقد أنجزت هذا العمل بكرم قل نظيره وبروح المزمور القائل: ماذا أرد إلى الرب عن كل ما كافأني به، لتكون أيضاً هذه الكنيسة لتكون أيضاً هذه الكنيسة متميزة بعبادة وإكرام القربان الأقدس. والشكر أيضاً لفخامة رئيس الجمهورية الذي أوفد سعادة النائب الصديق، ولكم يا أصحاب السيادة والمعالي والسعادة، ولجميع الأحبة الكرام على مشاركتهم إيانا هذا الاحتفال الفارح، ولأعضاء اللجنة الليتورجية في الأبرشية الذين حضروا لهذا الاحتفال مع ما بذلوه من جهد وتعب لإنجاح هذا الحدث الرعوي الديني. والشكر أيضاً لكهنة رعية غرفين الخوري روني جعارة والخوري روكوس بطرس مع أعضاء المجلس الرعوي ولجنة الوقف وجميع أبناء الرعية وبناتها على التزامهم الكبير وأمانتهم في مسيرتهم الرعوية وفي العمل الجاد
الذي لولاه لما كان هذا الاحتفال على ما هو عليه من الجمالية والتنظيم. وهم اليوم يعبرون أمام غبطتكم عن إرادتهم بأن يتابعوا المسيرة أوفياءً لدعوتهم الروحية ولرسالتهم في قلب الكنيسة والوطن. في الختام، باسم كهنة الأبرشية وأبنائها وبناتها، وباسم الخاص، ألتمس بركتكم يا صاحب الغبطة والنيافة لجميع رعايا أبرشيتنا، لتبقى عائلاتها ثابتة على تقاليد الآباء في الإيمان والسخاء والكرم والضيافة، ولتبقى منبعاً للدعوات الكهنوتية والرهبانية، ومقلعاً لرجال ونساء يفخر بهم الوطن وتعتز بهم الكنيسة. بورك قدومكم، تباركون هذه الأرض الحبيبة. عشتم يا صاحب الغبطة ودمتم للكنيسة والوطن راعياً حكيماً أميناً، وأهلاً وسهلاً بكم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب يسوع، يا من بمجيئك كملت العهد القديم وبدأت العهد الجديد بظهورك، وبحبك خطبت البيعة من كل الشعوب، وبنعمتك أسستها على هامة الرسل والرسل الاثني عشر وخلفائهم من بعدهم. أهلنا الآن في تكريس هذه الكنيسة ومذبحها على اسم الطباوي الأخ إصطفان، أن نرفع نشيد الحمد والشكران إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى البناء الحكيم الذي بنعمته شاد البيعة صهوراً منيا، وبعنايته أقام حصناً أميناً، وبرحمته رفع برج خلاص لكي يعتصم فيها المخلصون بصليبه برخمو ربون رشرشوني. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. نتضرع إليك يا رب على هذا البخور، أن تفتقد بيعتك التي اقتنيتها بدمك الكريم وتتم وعدك الصادق لك بأن تكون معها إلى نهاية العالم، فاظهى برحمتك أملأها من كنوز مواهبك، خلصها من الاضطرابات، ثبت أساساتي على الإيمان المستقيم، رتب أجواقها بتراتيل الروح القدوس، شرف جموعها بتدابير الفضيلة، احفظ أبناءها، أقم فيها رعاة صالحين ومعلمين صادقين، زينها بكهنة وشمامسة يحفظون شريعتك ويهدون شعبك المؤمن بتعاليمهم إلى الطريق القويم. ربي أطفالها بتعليمك الإلهي، تم بأيتامها وأراملها، اشفي مرضاها واحفظ البعيدين والقريبين، رد الضالين
اهدي الخطا ارحل الموتى في مساكنك السعيدة فرخمو ربون رشرشوني. فنرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. المقدسة الأمن والسلام والقائمين على خدمة مذابحك من كهنة ورؤساء كهنة أن يسوسوا البيعة بروحك. فنسبحك يا يسوع المسيح رأس الأحبار برغمو ربون ريج ريشوني. ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المسجود له وروحك الحي القدوس إلى الأبد. أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. المجد للسيد بولس والرسول ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين
على هذه الرعية وسكانها إلى الأبد. يا إخوتي، غير أن العهد الأول كان له فرائض العبادة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، وكانت فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، وكان وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، وفيه مجمرة ذهبية للبخور وتابوت العهد المغشى بالذهب من كل جهة، وفيه قسط المن من الذهب، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحا العهد، ومن فوقه كروبال مجد المظللان الغطاء. وليس هنا مقام تفصيل الكلام في ذلك، وحيث كان ذلك على هذا الترتيب، فالكهنة يدخلون إلى المسكن الأول كل حين فيتمون الخدمة، وأما الثاني فإنما يدخله الحبر وحده مرة في السنة، ولا يدخل إلا بالدم الذي يقربه عن نفسه وعن جهالات الشعب. وبذلك يشير الروح القدس إلى أن طريق الأقداس كان مفتوحاً ما دام المسكن الأول باقياً، الذي هو مثال للوقت الحاضر الذي يقرب فيه تقادم وذبائح غير قادرة على أن تعطي الكمال من جهة الضمير للذي يخدم في مأكولات ومشروبات فقط، وأنواع غسل وفرائض جسدية وضعت إلى زمان الإصلاح، والتسبيح لله دائماً. الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بها الرسول. جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس فسأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقولون يوحنا المعمدان،
وآخرون إيليا وغيرهم إرميا أو أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أيضاً أقول لك: أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولاً في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد إنه هو المسيح برخمور أبون ريش ريشوني. حقاً والأمان لجميعكم. الإله الواحد، أمين. أنت الصخرة، على هذه الصخرة أبني كنيستي. صاحب السعادة ممثل فخامة رئيس الجمهورية، إخواني السادة المطارينة، مونسيور ريبريزونتون دو نونس أبوستوليك، أصحاب السعادة والمعالي، الهيئات الرسمية، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، على صخرة إيمان بطرس بنى الرب يسوع كنيسته، ويواصل بناءها جيلاً بعد جيل على صخرة إيمان المؤمنين به، على أن يكون إيمانهم سليماً كهبة من الله يغذيها كلامه في الكتب المقدسة، وتعلمها الكنيسة بسلطتها الرسمية. استحق بطرس أن يكون صخرة الإيمان بفضل الجواب السليم والصحيح الذي أعطاه على سؤال يسوع: وأنتم الذين عشتم معي من تقولون إني هو؟ إذ أجاب: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وهو جواب يختلف كلياً عما يملي العقل البشري على الإنسان. ولذا قال له يسوع: طوبى لك يا سمعان بن يونا، لأنه لا لحم ولا دم كشف لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. سعادة ممثل فخامة الرئيس، نود مع سيادة راعي الأبرشية أن نضيف شكرنا وشكر هذه الرعية والأبرشية على حضوره معنا من خلالكم، ونطلب أن تنقل إليه محبتنا وصلاتنا بشفاعة الطباوي الأخ إصطفان الذي يكرم في هذه الكنيسة الجديدة، لكي يعضده الله في قيادة سفينة وطننا العزيز وسط الصعوبات المعروفة، وأن يشدد إيمانه لكي يثبت شعبنا اللبناني في الإيمان بالوطن وبالذات. يسعدنا أن نحتفل مع سيادة راعي الأبرشية
والسادة المطارنة ومعكم بهذه اللوتورجية الإلهية، ونحن ندشن كنيسة الطوباوي الأخ إصطفان نعمي ابن الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة، ونكرس مذبحها ونبارك مجمعها الرعوي. وقد أنجزتم بالأعمال بفضل المحسنين والمحسنات، وكنا احتفلنا معاً بوضع حجر الأساس للمشروع في 29 آب 2011، بعد أن قدم لنا خرائطه كاهن الرعية عزيزنا الخوري روني جعارة، ووافقنا عليه عندما كنت راعياً للأبرشية. ثم بتوجيه من سيادة أخينا المطران ميشيل عون راعي الأبرشية الغيور، الذي أشكره على الكلمة اللطيفة التي بدأ بها هذه الليتورجية، بتوجيهه انطلقتم في العمل منذ سنة 2012 متكلين على العناية الإلهية وعناية الطوباوي الأخ إصطفان، مدركين كلمة المزمور: إن لم يبني الرب البيت باطلاً يتعب البناؤون. فأنهيتم كل شيء والحمد لله سنة 2018 مع هذه الكنيسة التي بدأتم العمل بها منذ 2014، فنهنئكم على هذا الإنجاز الكبير، وليكافئكم الله بشفاعة الطوباوي الأخ إصطفان بفيض من نعمه وخيراته وبركاته. فيطيب لي أن أشكر معكم ونذكر في هذه الذبيحة الإلهية كل الذين ساهموا بمالهم وذات يدهم ووقتهم وجهودهم وصلاتهم، وكل المحسنين من قريب أو بعيد لإنجاز المجمع السفلي الذي يضم 3 قاعات وغرف اجتماعات وقاعة بيت مريم المخصص للنشاطات الروحية والكشفية، وكابيلا القديس شربل وبيت القديس، وهي كنيسة مفتوحة دائما للصلاة، وقاعة محاضرات قرب ضريح والد القديس شربل. كما أوجه كلمة شكر خاصة للسيدة منى عارف نعمي وأسرتها التي تبرعت كما تعلمون ببناء هذه الكنيسة الجديدة على اسم الطوباوي الأخ إصطفان، وهي تحيي بذلك ذكرى المرحوم زوجها وابنها الشاب شهيد، وهي تحتفل أيضا مع زميلاتها باليوبيل الذهبي 50 لمسيرة أصدقاء القربان. وتكرم في هذه الكنيسة أيضا الأخت الطوباوية ماريا تيريزا كاسيني من راهبات هبة الذات لقلب يسوع أوبلا أوكور دو جيسي، وقد تم الاحتفال بتطويبها في 31 تشرين الأول 2015، وهي نسيبة للشيخ ميشيل الظاهر والد السيدة منى. ويسعدنا أن نحيي راهباتها الحاضرات هنا. سلوتو لسوري دي أوبلاتي السكركوري دي مادري كاسيني دي أسري كونوي توتا لديليكاتيوني كوي بريزنتي. وإذ نحيي جميع الحاضرين، أود توجيه تحية إلى الأجانب الذين أجانب بس من أهل نصارو الذين جاءوا خصيصا إلى هذا الاحتفال. طبعا ابن البيت دي كازا مونسيور إيفان سانتوس أمين سر السفارة البابوية، والمونسيور جين مينديز مستشار السفارة البابوية في هولندا، ومونسيور جان لافيرتو المسؤول عن كنيسة ساكريكير في مونت مارت في باريس، والمونسيور بيوس غاش مرشد ومؤسس أصدقاء القربان في العراق، والمهندس إيريك ممثل المطران كي أسقف طولون.
Vous êtes tous les bienvenus. Merci d'être avec nous. أيها الإخوة والأخوات، الكنيسة هي جماعة المؤمنين ومشبهة بمبنى حجري، هي بالحقيقة بناء حجري يحتضن الجماعة المسيحية المصلية والمحتفلة بالأسرار، وتسمى بيت الله، حيث نلتقي أفراداً وجماعة ويقدم لنا فيها في هذا البيت الطعام الروحي، كلام الحياة، جسد الرب ودمه، عطية الروح القدس لتقديسنا. ولذا المكان مقدس لأن الله حاضر فيه، وهذا هو معنى التكريس. هذا المكان يقتضي منا الخشوع والحشمة في اللباس والاحترام للحضور الإلهي والصمت والإصغاء في كل مرة ندخل بيت الله. هذه الكنيسة الحجرية هي أيضاً وخاصة جماعة المؤمنين، وهم يقول بطرس الرسول حجارة روحية لهيكل الله، الهيكل الذي هو الإنسان المؤمن، الهيكل الذي هو الجماعة المسيحية المؤمنة. ولهذه الجماعة رأس هو المسيح، وروح واحد يحييها ويشد رباطها، رباط وحدتها هو الروح القدس، وفيها شريعة واحدة هي المحبة، وغاية واحدة هي نشر ملكوت الله وبناؤه في المجتمع البشري. إلى هذه الكنيسة نحن ننتمي، وتسمى مع أغسطينوس المسيح الكلي، وقد أصبح المسيح الكلي بالنسبة إلى المسيح التاريخي، وقد أصبح متحداً بالجنس البشري كله بحكم التجسد والفداء، ما يعني أن الكنيسة وهي بداية ملكوت الله على الأرض، ملكوت القداسة والحقيقة والمحبة، ملكوت العدالة والأخوة والسلام، ملكوت الحرية وقدسية الحياة البشرية وكرامة الإنسان، هذا الملكوت الذي أعلنه ودشنه الرب يسوع، الكنيسة كجماعة المؤمنين مدعوة لتبني ملكوت الله في المجتمع البشري. وعندما نقول كنيسة لا نعني فقط الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، بل كل مؤمن ومؤمنة، ذلك أننا جميعاً أصبحنا أعضاء في الكنيسة، جسد المسيح السري بحكم المعمودية والميرون، وصرنا شركاء في رسالة المسيح الخلاصية. كم نود أيها الإخوة والأخوات أن يدرك أبناء الكنيسة وبناتها المسيحيون هذه المسؤولية، فيبنوا ملكوت الله هذا في عائلاتهم ومجتمعهم ووطنهم. وكم نود أن ينشر السياسيون قيم الملكوت في قضايا الشأن العام الذي يتحملون خدمته باسم الشعب، وإن أولى هذه القيم العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والإنمائي وتأمين عيش كريم للمواطنين من خلال تأمين حقوقهم الأساسية والاستقرار السياسي والأمني واحترام القانون
وتطبيقه على الجميع، وفتح المجال لمشاركة القادرين والكفؤين في إدارة شؤون البلاد، وتعزيز العيش معاً على قاعدة التنوع والمساواة. ومن أهم الواجبات المحافظة على الثقافة الوطنية التي تميز لبنان، وهي ثقافة التنوع في الوحدة، ما يقتضي توحيد الرؤية والكلمة في الداخل وبخاصة في القضايا المصيرية الداخلية والإقليمية. فلا يمكن مثلاً اليوم القبول بالتوطين والتجنيس المقنعين بمساعدات مالية، وقد سميا صفقة القرن، التي هي في الحقيقة صفعة القرن، صفعة القرن للقضية الفلسطينية ولرجوع النازحين السوريين إلى وطنهم من أجل إكمال كتابة تاريخهم وتعزيز ثقافتهم والمحافظة على حضارتهم على أرضهم. كل هذه الأمور المصيرية لا تباع ولا تشترى بالبخيث من المال. هذه صفعة للقضية الفلسطينية ولإنشاء دولة خاصة بها ورجوع اللاجئين إليها. نعم، هذه الأمور لا تباع وتشترى بالبخيث من المال. فإذا كانت نية المساعدة المالية سليمة فلتكن بالنسبة إلى الفلسطينيين مساعدة لإنشاء دولتهم وعودة اللاجئين إلى أرضهم، وبالنسبة إلى السوريين مساعدة لعودتهم إلى أرضهم ووطنهم وعيش كريم هناك. ومعلوم أيها الإخوة، وهي أمثولة لنا دائمة، أن ما يؤخذ قسراً يمكن استرجاعه يوماً، أما ما يعطى طوعاً فنخسره إلى الأبد. مع الكنيسة التي يسميها بولس الرسول عمود الحق وقاعدته، نرفع نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. سماء السماوات وقد أقمت قبة العهد لإكرام مجدك، قدس الآن يا رب رحمتك كنيستك هذه ومذبحها اللذين هما على اسم الطباوي الأخ إصفان في بلدة غرفين المباركة. باسم الآب والابن والروح القدوس. Yeah.
طباب الأخ إصفان وكنيسته بالميرون الغافر المقدس. بسم الآب آمين والابن آمين والروح القدوس آمين. بداية ونهاية وخاتمة لكل ما كان وسوف يكون، إله واحد، سلطان واحد، حق، رب واحد لا انقسام فيه، ومنه الحياة إلى الأبد. آمين. استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب، وليأتي روحك من السماء ويحل على هذه الكنيسة وعلى هذا المذبح، وليقدسهما ويكرسهما ويغفر خطاياي وخطايا شعبك المؤمن الآن وإلى الأبد. الإخوة والأخوات الأحباء الذين اشتركتم في تكريس كنيسة الطباب الأخ إصفان ومذبحها في بلدة غرفين المباركة، ليكن الرب حافظا لكم ولأبنائكم، وليفد بركاته وخيراته على بيوتكم، وليخلصكم من الغضب والجوع والعطش والسبي، ويبعد عنكم كل أذى،
ليملأ أيامكم وحياتكم سلاماً وأماناً، ويقبل نذوركم وقرابينكم، ويريح نفوس موتاكم، ويسكنكم أورشليم السماوية إلى الأبد. وليكافئ الرب كل من تعب منكم وسخى في تحقيق هذا المشروع الكنسي الجديد، فيفيض الخير والعطاء والعلم والرسالة والقداسة من حياتكم وشهادتكم. وليبارككم الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، أنا وإلى الأبد. قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية
وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم ومار يوسف البتول ومار استفان ومار مارون ومار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد برخمور أبون ريشريشوني. سنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة
الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق المواسم. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك الوحيد، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودكم حاشودي لمعبد حيي ساب اللحم بدو قديش اطو بارخ قديش واقصو يا بالتلميذ او كالوهار كلما أكل
أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم ساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل أساقفتنا الأطهار لا سيما من أجل أبينا مار فرانسيس بابا روما لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب من أجل أبينا مار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاقي هبه يا رب الحكمة والقوة لكي يسير بكنيستنا نحو الملكوت ويقدس أيامه في خدمة شعبك. نسألك يا رب ارحم. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ آباءنا مار ميشيل مطراننا ومار بولس المشارك في هذه الذبيحة وسائر الأساقفة واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا ومعنا. نسألك يا رب ارحم.
Dieu, notre Père, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir permis de réaliser le rêve de ma vie. Ce rêve que je porte dans mon cœur et ma prière depuis plus de 20 ans, qui est de construire une église et de vous l'offrir. En ce jour où vous l'avez consacré comme votre demeure, que votre corps sacré, source et vie de l'Église, fasse de nous toujours et de plus en plus des amis de l'Eucharistie. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tous ceux qui se sont donné la main pour construire cette église, les maçons, les ingénieurs, en particulier Toufi Haris. Bénis très spécialement le beau-fils de notre chère Mona Naji, qui s'est donné sans compter pour achever ce sanctuaire et lui donner ce rayonnement de sainteté. Bénis avec lui tous les membres de la famille de Mona Arif Name. Je veux associer aussi le curé de la paroisse pour son engagement. Nous faisons monter notre prière pour sa béatitude, son éminence, le cardinal Mar Bchara Boutros Rai, qui vient de consacrer ce sanctuaire, ainsi que pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, et les fidèles qui viendront célébrer et prier en cette église au long des jours et des fêtes. De ce lieu consacré, fais, Seigneur, une source de force, de paix et de pardon pour tous. Nous te prions, Seigneur. نسألك يا رب أن تفضل نعمك على هذه الكنيسة وعلى أبناء وبنات هذه الرعية بشفاعة الطباوي الأخ إصطفان نعمي والطباوية الأم مارية تيريزا كاسيني، ولكل من يزور هذه الكنيسة أن ينعم بقوة السلام والحب والحق. نصلي من أجل الرهبانية اللبنانية المارونية لكي يغمرها الرب بكل نعمه من أجل إتمام رسالتها في لبنان وفي الخارج، وبخاصة من أجل الأبادي طنوس نعمي الذي أهدى لوحة الطباوي الأخ إصطفان نعمي. نشكر جميع الحاضرين معنا اليوم للمشاركة في هذا الاحتفال الكنسي، طالبين من الرب أن يباركهم ويبارك عيالهم ومسيرتهم في اتحاد دائم معه في الإيمان والحقيقة والسلام. نسألك يا رب. يا رب ارحم برخمور أبوري شيشوني. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك صوت المحيي الذي سيدوم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أننا المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.
شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، برخمور أبون ريش ريشوني. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة ثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. غبطة أبينا السيد البطريرك مع سيدنا المطران ميشيل عون بيكونوا أمام درجات المذبح، نجي بالنص صفين ومنرجع من الأماكن من الممرات الجانبية، أما اللي هني موجودين على الجوانب بنص الكنيسة رح الأباء هني يكونوا عم يجوا لعندكم، بتضلوا محلاتكم إذا بتسمحوا، بس إذا بتريدوا من بعد ما حدا يتناول بيقعد بس حتى يترك المجال للي حدوا حتى يقرب. أما بالنص الثاني من كنيستنا رح يكون في الأباء موجودين على الممرات الجانبية، يعني حد البفلات نجي نتناول ونروح بالممر الجانبي، وبالنص رح يكون في كمان مونسنيور عم بيناول، نجي ونروح على الأطراف. Oh.
الشكر لك يا يسوع المخلص على حضورك الحي معنا في الكنيسة الرعائية الأولى في لبنان للأخ إصطفان نعمي ابن منطقتنا. الشكر لكم يا صاحب الغبطة اليوم ودائماً،
ومنذ انطلاق التحضير لهذا المجمع الرعوي كنتم معنا، ففي 2 أيار 2010 وافقتم على خرائط بناء المجمع على أرض القديس إصطفان الشهيد شفيع رعيتنا، وفي 29 آب 2011 وضعتم حجر الأساس في عيد الأخ إصطفان النعمي، فبركتكم كراع لأبرشية جبيل سابقاً وكبطريرك لكنيستنا الجامعة كانت قوة ارتفاع البناء والثبات في الإيمان. الشكر لك يا راعي أبرشيتنا المطران ميشيل عون لسهرك الدائم في مراحل العمل والبناء وعنايتك المحبة لأبرشيتنا. الشكر لكل الذين رافقونا بالعطاء والصلاة منذ سنة 2012 إلى سنة 2016 في مراحل بناء وتطوير المجمع الرعوي الذي يحتضن نشاطاتنا الروحية والاجتماعية. ففي القاعة السفلى 3 قاعات وبقربها بيت مريم وهو مركز للنشاطات الروحية والكشفية، وبالقرب منها كابيلا شربل وبيت القديس وهو كنيسة صلاة مفتوحة دوماً للمؤمنين، وقاعة محاضرات قرب ضريح والده، إضافة لساحات وواحات روحية لخدمة الجماعات والرعايا. الشكر للسيدة منى نعمي على هذه الكنيسة الرائعة التي أرادتها هدية قربانية لرعيتنا وللكنيسة ولكل ملتمسي شفاعة الأخ إصطفان. الشكر لكل المشاركين معنا اليوم والمصلين. الشكر لمحطة الام تي في ولكل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الله يرانا، الأخ إصطفان يرى جمال النفوس وسلام القلوب وسيسكن معنا. لك المجد يا رب والإكرام لقدسيك الآن وعلى الدوام، آمين. إعلان أسقفي. بناءً على طلب ولدنا الخوري رونيج عارة خادم رعية مار إصطفان في غرفين ولجنة إدارة الوقف، إذ التمسوا منا مسك قداس سنوي لابنتنا الروحية السيدة منى نعمي وعائلتها أحياءً وأمواتًا لإحسانهم تجاه الكنيسة والوقف وتكفلهم ببناء كنيسة الأخ إصطفان الرعائية. بأسطورنا هذا قررنا ونقرر قبول التماس طلب خادم الرعية، ونحدد ليلة أحد الشعانين يوم سبت العازر مساءً من كل سنة موعداً ثابتاً للاحتفال بالذبيحة الإلهية عن نفس المرحوم عارف نجيب نعمي وموتاه، وقداس ثانٍ سنوي في 30 حزيران أو في الأحد الأقرب إلى هذا التاريخ عن نفس المرحوم شهيد عارف نعمي، مع كل ما يترتب على لجنة الوقف من حقوق وواجبات تجاه النية هذه. ونطلب من خادم الرعية إعلان هذا المسك أمام المؤمنين في الرعية يوم 30 حزيران 2019 بمناسبة تكريس مذبح وكنيسة الرعية على اسم الأخ إصطفان، ببركة وحضور غبطة أبينا مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق وكاردينال الكنيسة الجامعة الكلية الطوبة، وتسلم نسخة للعائلة المذكورة أعلاه ونسخة ثانية تعلق في سكرستية الكنيسة للذكر المؤبد عن كرسينا في عمشيت في 26 حزيران 2019. ميشيل عون، مطران جبيل. يا أبانا الحبيب، ماذا عسانا نقول أيها القدوس في هذا اليوم المبارك؟ كيف لشفاهنا أن تتفوه أمام قدسك بما يعبق في داخلنا بامتنان وعاطفة عرفان لجميلك؟ بأي كلمات نعبر عن شكرنا العميق لكل النعم التي تقدمها لنا بسخاء ملفي؟ أحبائي
وفعلاً أنتم أحبائي. التقينا اليوم في بلدة غرفين المباركة بكل بركة روحية بفضل شفاعة الطبوي الأخ إستفان شفيعنا المعظم. جمعتنا تلك البلدة الصغيرة والعريقة في آن، والتي تحوي رفات والد القديس شربل الذي نصلي لأجله لكي يتطوب قريباً بإذن الله. هذا القديس العالمي بامتياز التقينا فيها رؤساء ومسؤولين كنسيين ومدنيين، أقرباء وأصدقاء، وخاصة مونسيور بيوس بقاشة من العراق ومونسيور لافرتون ريكتور رئيس كنيسة قلب يسوع بمونمارتر، والراهبات المادرة تيريسا الطوباوية، ما بدنا نردد الكلمات. إذن أهالي منطقة لحفت والقبيات ورعية غرفين، والتقينا جميعاً حول غبطة أمينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي طوبة. نرفع وبحضور صاحب السيادة الحبيب مونسيور ميشيل عون وجميع الكهنة والأحباء، وأشكر مونسيور إيبان بحضوره المشرف لنا، وأصحاب السعادة، وخاصة مونسيور شمية لأجل سفرته على الأرجنتين ليحضر هالاحتفال معنا. لقد رفعنا ذبيحة إفخارستية، وهذه ذبيحة سمحت لنا أن نعيد بفرح وابتهاج مرنمين بقلب نقي وروح مفعمة بالابتهالات، مسدين آيات الحمد ومناشدين أناشيد المجد. نعم ربي لك الحمد والشكر والامتنان على كل ما منحتها من فيض جودك وحبك. نشكرك على أمنا الكنيسة وكل ما تقدمه لنا من ثمار داك، مكافأة ثمينة للغاية، رائعة بجوهر قداستها وبهية بإيمانها لكل إنسان أمين وصادق وملتزم في عيش رسالته. نشكرك في هذا اليوم العظيم الذي صنعته لنفرح ونتهلل به، إذا فيه نتنعم بجمال عطفك اللامتناهي، وننهل من عطاياك السخية، فنعلن إيماننا المشع ونرنم لك قائلين: السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، ولسان حالنا يردد دوماً مع الطوباوي إستفان: الله يرانا، يباركنا ويهلل معنا، كاشفاً عن سر فرحه فينا بقوله: هذا هو ابن الحبيب. ونحن الأبناء نعاهدك أن يستمر فينا هذا الشوق الإلهي، وأن نترجمه إصغاء لإرادتك وسعياً للعمل بهدي مشيئتك من خلال استماع صوتك الأبوي العذب، والوعي أكثر فأكثر لأهمية المبادئ المسيحية والأخلاقية في حياتنا، وحرصنا المستمر والدؤوب في المواظبة على السجود أمام القربان. أمامك أنت الحاضر دوماً أمامنا وفينا ومعنا باتحاد دائم. وعلى الغرار الطوباوية الأم تيريسا كاسيني، واسمحوا لي أن أرحب بلويجي، حيث جده وين لويجي؟ حيث جده خيل مادر تيريسا. ونسأل مراحمك أن ترفعها
قديسة على مذابحك نلتمس منك أن تجعل منا تلامذة وتقبل رسالتنا القربانية، وليكن الحب اللامتناهي شعلة مضيئة تهدينا إلى طريق القداسة. نشكرك على هذا الاحتفال المهيب وكل من تعب في تحضيره. باسمك يا أبانا السماوي نتمنى لصاحب الغبطة المواذرة في كل عمل صالح، احفظه ربي لكنيستك صحيحاً معافاً مغموراً ببركتك المقدسة، لكي يوزع باستقامة كلمة حقك، كما نطلب منك أن تشمل بعنايتك أصحاب السيادة الحاضرين بيننا والرؤساء والكهنة على خدمة شعبك المؤمن ورعايته. وإني أسألك أن تبارك الحاضرين جميعاً وأن تجعلنا دوماً نعيش السماء على الأرض كما اليوم. أعطف اللهم علينا وعاملنا بروح الرأفة والرحمة بتضرعات أمنا مريم. اسمحوا لي، فخامة الرئيس سمح لي بدعوتي لإله ليلتين قبل القداس، وحس إنه هو أب هالعيلة وغرفين بيته. أنت بالقلب وفخامة رئيس رئيسنا، كل كلمة بتنقال بيكون هو عارف. السلام لجميعكم. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. أمين. تكريس مبارك. تكريس مبارك. مبروك الكنيسة لنا جميعاً. كل تكريس وأنتم بألف خير.